نذكره خطر مهم أنه راهو رئيس الجمهورية، وهذا تخوفات ذكرنا ما هي المحطة القادمة أستاذ معطر بعد أن حل الهيئة العليا لهيئة مراقبة دستورية القوانين وحل مجلس النواب وحل هيئة مكافحة الفساد الهيئة الرقابية. منتظر جدا أنه المجتمع المدني إذا كان اليوم خاصة معناتها عين هيئة رئاسية للانتخابات، المحطة القادمة واضحة ستكون كل آليات الرقابة المنظمات والجمعيات اللي كانت تتابع كتابة الدستور والقوانين ومناقشتها فصلا بفصل وفقرة بفقرة ومطة بمطة، ربما الآن سوف تجد نفسها خارج هذا الإطار. هات نذكر سيد معطر كيف تفاعل رئيس الجمهورية مع محاولات رئيس محاولات المعارضة تشكيل جبهة الخلاص هذه التي يقودها نجيب الشابي. نشوف ما يؤكد أنه سعيد راه فعلا ماشي قطار خارج من تونس القفصة، ما عنده حتى محطة خارج، لا في حم لنف ولا في بوربراكبة ولا صفاقس، ماشي ترى ماشي. تفضل. للأسف اليوم من في العشر الأواخر من رمضان من يعتكفون لا بالمساجد ولكن يعتكفون بعدد من الشقق ويتحدثون عن إنقاذ تونس وحكومة إنقاذ، هي تونس تريد أن تنقذ نفسها من هؤلاء وهم يقدمون أنفسهم على أنهم جاءوا للإنقاذ. أفضل لهم أن يعتكفوا في المساجد أو أن يعتكفوا في بيوتهم، خير لهم في شهر الصيام هذا وفي العشر الأواخر من رمضان من أن يدبروا مثل هذا التدبير الذي لا علاقة له بمطالب التونسيين والتونسيات. كانوا خصماء الدهر كالأوس والخزرج. أستاذنا العزيز، رغم ما أكده سعيد لبعثة البرلمان الأوروبي، بعث يعني لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عندما التقاها في قرطاج وأكد لها أنه راه الحوار بدأ، عندما نسمع نوعية من خطاب سياسي تجاه معارضين الخصوم واضح أنه في الخارطة في بتاع سعيد في تصور الدولة لا أحزاب ولا جمعيات، بعضهم يقول حتى التنسيقات هذه سوف تصير هباء منثورة، ما عادش يكون عندها حتى وجود أصلا في الواقع، عنده عالم آخر ماشي له بتؤدة. لكن ما تتصور العالم الديمقراطي اللي يحب بين ظفرين يحافظ على الشكليات، هل تراه قابلا بهذا؟ شوف، هو راه ما يقبل بشيء الا اللي معاه. انت لاحظ فمش قطاع من القطاعات تسلم لسانه ولا منفعله، بل القطاع الوحيد هو اللواءات الصلبه نتاع الدوله. نعم. انت تو في الخطاب اللي كنت تعمل فيه وقت اللي فيه مع القوات الامن الداخلي اللي هو نورمالمون هو 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 معناتها امن جمهوري، ما دخل للسياسه وتحرر فيه مع ناس اخرين وتقول ان تونس حب تتخلص منهم الى غير ذلك، يعني كلام نتاع ماهوش نتاع رئيس دوله، هذا مش نتاع رئيس دوله، حتى لو كان قالته الحزب الفاشي وكان قالته عبير موسي راهو احنا طلبنا قلنا راهو هذه معناتها بيا وعليها فاشيه وركنا، هذا خطاب فاشي اللي عامله قيس سعيد، فاشي فاشي اكثر من الفاشيه. شكون هم الناس اللي توا في الخطاب هذا؟ ثم حاجه اخرى ما انتبهتوا لك للاسف الشديد، عنده مقترح، المقترح شنو هو؟ هو النقابات الامنيه يوحدها اللي نعم. عليها ما عليها، واحنا الى الان انا ارى يلزم حلها اذا كان ما امكنش ترويضها وتخليها في مجالاتها. هو دعا الى ان تتوحد فيما بينها لتصبح لتكون الاتحاد العام التونسي للامن الداخلي، يعني هذيك القوة اللي هي وقرر عليها أو يعطيها في الثناء ويعطيها في الكل الشكر ومعناتها وينفخ في صورتها وعملها فداء وعملها كل شيء يخدم على ولاتها. وعينوا مكتبها ليصير متحكما فيها سيد سعيد. هي اليوم اللي نحاسوا بها، أنا متأكد فيما بعد وقت الحشود الشعبية مش تتحرك ومش يعملون الانتخابات الفردية وإلى غير ذلك حتى مش يدور على الكل. هذا الشخص يرى تونس على الشكل التي يتخيلها، كما يتخيلها يحب يوقعها،
هذاك علاش ما خلى حد اليوم، ما خلى حد الا 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 القوات الامن الداخلي مؤقتا، نقول مؤقتا مؤقتا نعم، لكن راه فيما بعد يمكن يدور عليها بسهوله تامه.